متتبعي قناة تونسنا تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم الثقافي كولتور ماك. اليوم كما العادة حضرنا لكم العديد من الروبورتاجات الثقافية، إن شاء الله باش نلقاو في المسرح البلدي حفل تكريم الفنان الراحل قدور إصرافي، كذلك مسرحية مسألة حياة للفنان المسرحي نوفا العزارة، وأيضا باش نلقاو حفل كلاسيكو لشادي القرفي. اقعدوا معنا وتابعونا. كالعادة كل نهار أربعة في كولتور ماغا عنا ضيف من المجال الثقافي، اليوم معنا فنان مسرحي بأتم معنى الكلمة، شارك في العديد من الأعمال والتظاهرات في فضاء التياترو كيما كوخت ميبون، البحث عن سعدية ديغنييغمون، أيضا مسألة حياة، أيضا كلام الليل، صفر فاصل، والعديد من الأعمال خاصة في فضاء التياترو كيما قلت لكم من الاخر حسيلو يرقد هنا بيتو يصبح في فضاء تياترو. معنا اليوم نوفل عزارة، مرحبا بك نوفل. باش نحكيو معاك اليوم خاصه على العمل الجديد نتاعك مساله حياه، تبارك الله عليك انت ديما ناشط، يعني العديد من الاعمال تساهم فيها هنا في فضاء التياترو، معرس بيه موجود في فضاء التياترو. شكرا عن الاستضافه اولا، وهذا مش غريب على قناه تونسنا، وانا تواكب الاعمال وتحاول يعني توصل دعوه الممثلين اللي هما عندهم غرام بالمسرح ويصعد على الركح. دونك من خلال قناتكم انتوما، من خلال القناه اللي احنا فيها دي وفضاء التياترو، لانه يعني كلها قنوات اتصال، نحاولوا نوصلوا الروح هالناس يجيوا يحبوا يعملوا مسرح. هذا عشان خص عليك مساج على اساس الشيء هذا يخليني انا نبات ونصبح في التياترو، لانه يعني مساله حب بالاساس اللي تخليني نكون قريب لل الكل من يجي يحاول يدخل وينخرط في النشاط المسرحي، في الفعل المسرحي خليني نقول. اي طبعا ديك نحكيو على انشطتك المتعدده هنا في فضاء التياترو، اما خليني من الاول نسالك السؤال ممكن يتبادر لاغلب الاذهان المشاهدين زويكا، انت في الفضاء المسرحي الضيق يعرفوك برشا، يعني اللي يعرف نوفل عزارة برشا سختو الفنانين المسرحيين والممثلين، لكن ما وصلتش للمشاهد عموما، لانه نوفل عزارة ما يشاركش في المسلسلات القليله نتاع رمضان، ايضا ما يظهرش في السينما التونسية، والأكيد تعرف أنت لأغلب المخرجين التوانسة أيضا نتصور بعض منهم ما يعرفش نوفل، علاش؟ لأنه للأسف المخرجين نتاع الدراما التونسية ما يحضروش ما يواكبوش المسرح التونسي، علاش ما راكش في المسلسلات؟ هل هذا موقف معين أم ما جاتكش دعوة للدراما التونسية؟ هو أنت كنت فضلت وقدمت الإجابة، لأنه قلة قليلة من المخرجين اللي يجيوا ويواكبوا ويتفرجوا على العروض المسرحية، باش ينجم يكون اختيارهم موفق، لانه الكاستينغ ولا التسلول، الكاستينغ ماهوش على بدعوه في فضاء مغلق في اداره او في يعني بيرو السينياست ولا المخرج السينمائي، وانما هو بيدو يتنقل ويشوف الممثل على الركح كمؤدي درامي بالاساس، ومن بعد على دور اختيارات هذيك ينجم يوظفوا مسرح دراميا في الفيلم ولا في المسلسل. دونك هذا علاش فما القله القليله، وانا نرفض وانا تجيني الدعوه من برا. يعني لو انا كان عندي حضور ينجم يكون موظف في السينما يا مرحبا، اذا كان لاجل انه دعوه وانه بروفيل وكهو نجم نرفض، لانه عندي اختياراتي الدراميه وعندي تاطيري الذاتي او تكويني الذاتي في اداره ممثل بالاساس، لانه يعني ما نحبش نكون منخرط في اداره ممثل بالطريقه اللي انا نشوف فيها توا، وهذا اختيار. ما نحبش نكون اداه تقنيه في السينما، نحب نكون روح وجسد وعندي مسؤوليه في التمثيل وعندي دور درامي بالاساس. اذا كان فما سيناريو يقتضي وانه نشارك فيه ونحس انا مسؤوليه في التمثيل في وسطه، وقتها لما لا. انت قلت سامحني عندك موقف معين من اداره الممثل، نعرف مثلا عاطف بن حسين اللي هو صديقك واللي هو مؤطر هنا في الاتولي نتاع التياترو، شارك في العديد من الاعمال، يعني اللي هو كمؤطر كوتشينج، يعني واحنا نباركوا هالدعوه هذه، وانه يكون في كل بلاتو دو تورناج وانه يكون فما ديريكتور داكتور، لانه يعني صاحب مهنه بالاساس. دونك هالاختصاص هذا مفقود، يكاد يكون مفقود. بدا مع عاطف بن حسين، وقد يكون بدا قبل مع مخرجين اخرين اللي هما مواكبين للمسرح، ثم بعد اخذوا الممثل وبقاوا محافظين على روح الممثل كمؤدي. نعم. ماهوش تقنيه واداه، او انه اصبح قلم لانتاج لغه سينمائيه وكهو، يعني نعم. بين بينين كيفاش نجم يكون فاعل درامي في نفس الوقت ينجم يكون فاعل في الصوره وفي كتابه السينماتوغرافيه وهلو مجرا. انت عفوا انت تشارك الاكثريه في اعمال مسرحيه سواء كممثل او مخرج او حتى في السينوغرافيا،
يعني هل المسرح ينجم يوكل خبز بالبساطة هذية الخبز اليومي؟ عندك عمل اسمه خبز اليومي. الخبز اليومي لا، المسرح هو اختيار، هو نضال، هو مقاومة، هو فعل فرض وجود إذا كان يرتبط، وثم وأنه خطة إذا كان أنت عندك إدارة إنتاج بالمعنى العلمي، إدارة إنتاج تعرف شو ما تعمل، الفلوس تجي ما هوش مشكل. إذا كان يعني حتى تنجم تعمل عمل ردي ويجيبك فلوس راه، وتنجم تفهم يعني تعديها على الناس بين ظفرين وتجيب فلوس. يعني أنت في صورتك البطولية كممثل مسرحي وتعمل وان مان شو، يعني بطل في الساحة وتقول وتكتب نصوص اللي هي تضحك الناس وتحط التيكة بعشرين وثلاثين دينار، ما تنجمش تكون منخرط في المنظومة الاجتماعية اللي هي فيها نوع من الفقر وفيها نوع من الهشاشة وفيها نوع من التهميش وتأدي التذكرة بعشرين واربعين وخمسين دينار. دونك من غير ما نذكر الأبطال هذوما المسرحيين، غير ما نذكرهم، لا هي الدعوة أنك تكون فاعل في التاريخ المسرحي، نعم. تكون بوعي تنشط داخل المنظومة الفكرية، نعم. داخل الأطروحة هذه، لأنه عندك فضاء كبير اسمه الوطن، عندك فضاء كبير اسمه الأم، اللي هي الأجيال باش تخلف أجيال القدام. دونك كيفاش تخلف أثر وكهو؟ أنا هذه دعوتي. إذا كان الفلوس حكاية أخرى. بدي أحكي بلغة صعبة نتاع نوفل عزار. لا. لا إذا كان الفلوس لا نجموا نجيبوا الفلوس، المسرح نجم يعيش بالفلوس وما غير فلوس. لكن نجموا نحكيوا رجوع على الدراما التونسية، نجموا نحكيوا على دراما تونسية، لأنه عربيا مثلا وحتى نجم نقولوا عالميا معروف المسرح التونسي أكثر من الدراما اللي ما تتباعش للأسف. إيه معنا نحكيوا بنفس اللهجة، المسرح التونسي يقدم باللهجة التونسية أو بالعربية الفصحى. إحنا يكاد يكون نقع في فخ المفارقة هذه، يعني منشيرة نعيش في وهم أن المسرح التونسي مسرح عظيم ومسرح راقي وكذا، هذا مما لا شك فيه في بعض الأحيان. ومنشيرة أخرى نقولوا في الدراما التلفزية ولا سينمائية يعني ثم بعض التعثرات، يعني القلة قليلة، نقولوا فيما فيلم شد انتباه المتفرج العربي. وقاعدين نصبوا جام غضبنا يعني في اللغة وفي اللهجة نتاعنا. لا يلزم يظهر لي دراسات تسبق الشيء هذا، نحضروا الفضاء، يعني ترى نحضروا الفضاء اللي نجموا نقدموا فيه إنتاج. يعني فما بعض التلفزات أغلقت راهو لمدة سنتين وعاودت فكرة الإنتاج. وعاودت فكرة صياغة السيناريو، وعاودت فكرة مشروع كيفاش نجم نكتبوا سيناريو اللي نجم يتعدى في وعي المحيط العربي، يعني يتجاوز الحدود الجغرافية، لأنه يعني الحدود الثقافية أكبر من الحدود الجغرافية. يعني أنا في منظوري وأنه الهيكل في حد ذاته ومشروع الدولة في حد ذاته هو اللي يخلي وأنه فما إنتاج والدعم، تعطي الفلوس. هنا نحكي على الفلوس، إذا ما تعطي الفلوس للممثل والسينياست والمخرج والكاتب المسرحي لأنه فلوس نجم تقربهم زادة كي خلصك أنا توجي تخدم معايا، لأنه زادة أنت تمتهن في مهنة وأنا نمتهن وقت نكملوا بعضنا. نوفل خلنا نعملوا ترتيحه صغيره، نمشي مع بعضنا تويكا الفضاء المسرح البلدي وين باش نكتشفوا حفل اختتام الفنان الراحل قدور اسرار، فيه حفل تكريم حضروا فيه العديد من الفنانين كما اكيد بنته الفنانه امينه اسرار، فيه هي نظمت الكل فكره اساسا هي فكرتها، المشروع دعمته وزاره الثقافه، كانوا حاضرين كما قلت لكم العديد من الفنانين كما منيره حمدي، عليا بالعيد، نبيها الكراولي، زياد غرسه، اسماء بن احمد. نشوف مع بعضنا روبرتاج وراجعين مع الفنان المسرحي نوفل عزارة. كيفاش تقيم التكريم هذايا اللي قاموا به وزارة الثقافة للفنان الراحل قدور اسرار، في خاصة اللي الحاجة المميزة ربما اللي هي التكريم هذايا وصل حتى لداخل الجمهورية؟ هو الحمد لله يقولوا لي خلى الخليفة ما ماتش، جو بو لدير كل ما هو موجود والمئوية كاملة هي من اقتراحي أنا اللي عملت برنامج كامل وقدمته لوزارة الثقافة اللي تبنات هذا البرنامج. اللي خلف ما ماتش كما يقولوا المسار أمينة أسرار في دار اللي بنته اللي هي تعد من أبرز الفنانات في تونس وامتداد بيان سور لبوها وفوالا معناها كنت تشوفوا انتوما في اليوم اللهم صل يعني بي يعني تتقام حفلة مئوية الفنان القدير والكبير قدور صرافي الله يرحمه. الفضل البنت هي أمينة الصرافي اللي حيات ذكرى 100 سنة متاع أبوها، وأنا عندي تاريخ مع المرحوم والتاريخ هذا يدوم 60 سنة. Et pourtant ce n'est jamais
يا خويا ما ثبتنا على اللمه هذيا. ما صب ديما فما ما تكريمات، خليكم تلموا بعضكم. تلمت الحباب وجات من كل قبيله، عرفت؟ هذه تجيب صوتك محلاها. تلمت الحباب وجات من كل قبيله. اللمه هذيا كما قلت عنا عليها برشا المده اللي فاتت، بخلاف العرض نتاع كارتاج اللي في الافتتاح ما صارتش لمه اخرى كما كان. الفن نتاعه هو اللي لمنا باش نحتفلوا بالمئويه نتاعه. ربي يرحمه عطاه الكثير للأغنية التونسية وللموسيقى التونسية عموما. اللمة متاع اليوم ماهيش باغازار، يعني حتى الأصوات اللي اخترتهم أنا واللي أضافهم سي عبد الرحمن عيادي اخترت اللي يتمشاو مع الأغنية. الأغاني متاع قدر الإصرار في ماهمش سهلين صعاب. أغاني أخرى مش معروفة متاع الفنان قدور إصرار فيه، علاش أنتم الفنانين اللي قاعدين تنشطوا تبارك الله عندكم فروحاتكم عندكم مهرجاناتكم ما تعملوش رؤية جديدة أو خلينا نقول تريتمون جديد للأغاني هذه باش تولي معروفة أباغ نسمعوها مرة في الفيل في الإذاعة الوطنية؟ كيفاش حاب نجاوبك؟ أنا كي غنيت لموا عليا راك تسخنوا في البيت. أنت أكثر واحدة هي بالحق تغني في التراث والبيت، قولوا زيادة ما عليك هكاك. مسؤولة على التراث أنا. غنينا التراث قالوا يزيو وغنيوا غناكم غنينا. والله جا نقول لك انا مثلا راعي الغنم عمري ما سمعتها، اول مره نسمعها اول مره باش نغنيها، معني فهمت؟ غنيه حلوه برشا برشا اغاني حلوه. يقول قايل شنو المشكل كونه علاش الاغاني ماهيش معروفه؟ اول حاجه نظرا كونه المطربين مش قاعدين يردوا في الاغاني، يعني العاطشه الاغاني المداوله ولات انسان يخاف باش يقول لك هيا لنجاح العرض نتاعو يختار الاغاني المعروفه. فما اغاني عاطشه ماهيش مداوله. انا الحقيقه كنت سجلت استوانه مع المطرب ريحاب صغير سنه 2008 اسمه اي في نجمه زهراء اسمه فرحه، كله من ريبرتوار قدور الإصرار. رحلوا بيكو خلوا ارتيكل ديرنييرمون اللي سيده نعمه تطلب التفاته من وزاره الثقافه. هذه مش خليناش نفكروا ايضا في الفنانين الكبار اللي حيين، ماذا بينا نكرموهم، ماذا بينا زاد نفرحوا بهم تويكا ونغنيو لهم اغانيهم. والله شوف يمكن الدولة العمليه هذه خاطر التكريمات والمئويات والخمسينات اكثر من الالتفاف حول المطرب وهو مازال موجود يعني حي يرزق. صحيح انت قلت سيده نعمه فما امثال عديد المطربين هذه القلال برشا مطربين الحقيقه اللي انا معناها فقدتهم. فيها بس تتقام حفله كبيره لسيده نعمه، سيده زهيره، سيده سلاث، سيدة صفوة زادة عندها بسمي كان بنسابة مش رجال فما أكيد شكون يا ربي من رجال شكون يا ربي فما العجيب محمد أحمد اليوم حاضر معك محمد أحمد الفنان القدير محمد أحمد معنا مثلا فنان يهبل اسمه عدين الشواشي نورمالمون ما نستناوش معناها تبارك الله عليه نعملوا له توا تكريم ونغنيوا له غنيات وعنده غنيات يهبلوا معناها ما تستحقش الحكايه نقعدوا نستناو في مئويه ليه ماذا بينا بالعكس نرجعوا الحاجات اللي مازالت موجوده توا ونشيخوا بها ونعملوا برشا فن. انا نتمنى من الفنانين نتاعنا الكبار اللي مازالوا حيين يعملوا لهم هكا.
علاش كيموت؟ علاش كيموت؟ علاش كي حي ما نعملوهمش هذا الكل؟ علاه ما نعملوش حفله سيده نعمه ما عادش تغني؟ نعملوا لها حفله ما نساش نذكرهم بحفله نجيبوها هي يطلعوا شباب يغنيوا واحنا نغنيوا لها. نقولوا عالسهرية هذية لنمثلك بالشمس ولا بالقمرة؟ ايه لنمثلك بالشمس. شوف كلماتنا التونسية اللي معناها عندها سنوات وسنوات عمرها ولا تهبط الأرض. مثلت بالزوس بالشمس وبالقمرة، تشرق في الشمس في الصباح وفي القمرة في الليل. شره محمد أحمد يهبل 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 كلهم يشره. بارك الله عليها أمينة. أمينة هي اللي حليتها بالقدي بالقدي. سهرية منوعة متلألئة كالشمس، وراتنا ثراء وتنوع تراث قدر الأسرار في اللي ماذا بينا الإذاعات التونسية والتلفزيونات التونسية تعدي تراثه باش الناس تعرف قيمته. الجو اللي نحبه أنا، طيارة طيارة طيارة، عملوا جو يعطيهم الصحة وبغافو. يقولك بخاطرك يعني. إكزاكتومون، اللي معناها سي سيغتو لا ديغنيغ شونسون أعمل عينين ثلاثة عينين، صافي 40 أون أغيير، صافي بليزيغ. شنو لون العين اللي يعجبك؟ لون عينيك سي سيغ. سي سيغ، با وي، ما ننكرش فيه، جي دي بوزيو دونك يا غيان أدير، هكا ولا لا؟ اكتشفنا تراث كبير، فنان عملاق، فنان كبير قدير، زادت زهات السهرية بنته، فهمتني؟ ولمتلك بالشمس ولا بالقمرة. نوفل نرجع معاك، احكي لنا تويكا على تجربتك في فضاء التياترو المعروف على الفنان المسرحي ايضا توفيق الجبالي اللي اختياراته الفنيه صعيبه برشا، بين ظفرين راس صحيح هكا في اختياراته الفنيه، كيفاش تتعامل معاه؟ فماشي نوع من خلينا نقول الاختلاف خاصه في الرؤى الفنيه. هو من تحصيل حاصل لانه وين فما كتابه فما اختلاف. نعم. هكا نجمو نحثوا المفاجاه على مستوى انه نخلق فضاء للكتابة ينتمي إلينا ويشبهنا. وإذا إيجابي ولا سلبي؟ لا إيجابي، إيجابي جدا، وأنه نختلف أنا وياه سي توفيق، إيجابي جدا، وأنه زاد أنا أخذيت عليه الصنعة من ظفرين، الصنعة المهنية، الصنعة على الركح كيفاش ينجم يكون ممثل، وهو يشتغل بذكاء تاريخي وذكاء يخليه يكون موجود، مش اليوم، غدوة وبعد غدوة. هذا ما يخليني انا ننتبه جدا توفيق جبالي ونقرب له في اكثر ما يمكن. هذا واحد. اثنين، وانه فكره التياترو ستوديو تاثير التاثير اللي عندهم رغبه وانهم يشاركوا في الفعل المسرحي، انا يهمني شخصيا مواهب ظفرين مواهب، انا يهمني شخصيا لاني انا بالاساس مكون مدرس، درست في الجريسه، في درست كاستاذ تعليم ثانوي في الجريسه لمده 4 سنوات، ونوجه لهم تحيه تلامذتي في جريسة واللي اليوم ولاو اساتذه. ثم كونت زاد كاستاذ تعليم عالي في المعهد الاعلى للموسيقى والمسرح بالكاف. نعم. والان انتقلت الى الملتي ميديا في منوبه، ديبارتمون سينما في اداره ممثل، في اداره ممثل نقري اداره ممثل ونقري دراماتورجيا تطبيقيه، يعني دراماتورجي ابليكي شويه. نحيي الجريسه والكاف والملتي ميديا ليه؟ لا نحيي الناس الكل، نحيي الناس الكل. دونك هالناس عندهم رغبه وانهم يجيوا للمسرح، هو انا هذاك النجم نكون شغوف والنجم نبحث معاهم على روحهم، هما جايين فتشوا على تعدد اخر، على شخوص اخرى هما يتمثلوا في وسطها. هذا علاش انا ننتمي الى تياترو ستوديو وندافع عليه.
سامحني نوفل مش نحكيه على ربما رؤية أخرى للتياترو ستوديو. نتذكر أنا في وقت عملته مانيفيستو السرور في افتتاح مهرجان حمامات الدولي باشا قالوا كيفاش تدفعوا بمواهب يعني بالناس مغرومين بالمسرح في عمل ضخم كيما هذاك، ربما هذاك اللي خلى خلينا نقول السينوغرافيا الإخراج السيناريو ما يظهرش برشا في العمل هذاك. وأنا نعرف اللي برشا مثلا متخرجين من المعهد الأعلى للفنون الدرامية سواء بالكيف أو هنا في تونس يعني يقول لك ما نحبوش يا خويا دخلاء في المهنه، نحبوا احنا نخدموا هيك احنا نخدموا وبعديك يعمل الله دليل، كيما احنا حتى جماعه لبسيه احنا ما نحبوش دخلاء في المهنه، يعني هذه حاجه معروفه عند الناس الكل، يعني كيفاش هالمفارقه هذه كنت تحكي لي عليها انت يعني تاثر في عباد اللي هما يحبوا التياترو وفما شكون يزاحمك بعديك، فما شكون نعرفه متخرج من لاتولي من هنا ولا مشهور اكثر منك نوفل؟ لا مش مشكل في الشهره، اما المعقول من المعقول والمنطق انه نزيحوا هالفكره المنافسه. نعم. لأنه شخص متكون أكاديميا عنده نظريات التكوين وعنده نظريات توجيه الممثل فيه، شخص ما هوش متكون أكاديميا جاي يبحث على شيء هذا، إن نساعدوه نعاونوه. يعني غدو الحي طالب متخرج من معهد عالي في المسرح ولا متخرج من الكيف هو بيدو بشي يحل فضاء بشي تعامل بشي يحاول يعمل مدرسة للتكوين. انسان متخصص في الموسيقى باش يحاول يعمل مدرسه للموسيقى ويكون التلامذه ويكون الناس اللي عمرها ما قرات موسيقى. حتى لو انه في ساعات ناس في اخر اعمارهم تجيهم فكرة وأنهم يقربوا للموسيقى يمشي ويشاركوا في الموسيقى يشاركوا في فنون يعني الرسم، يعني فما حتى شيء يمنع أنه الناس زادة تجينا. إذا كان سكروا الباب وناخذوها من زاوية وأنه فما لا وما يجوناش باش يفكوا لي خدمتي وهم وإحنا خير منهم قارين وهم مش قارين، مش هذا الأساس. يعني نظرة ضيقة أنا يظهر لي لو كان نمشيو ما ابعد، لانه احنا مطالبين تكوينهم في كل الحالات، لانك انت ماكش ممثل وكهو وماكش مخرج وكهو، انت مسؤول عن المجتمع، مسؤول عن الفضاء الخارجي، لانه استقلال الفضاء اللي احنا فيه تو استقلاليه الفضاء اللي هو فضاء التياترو فضاء حر للانتاج المسرحي مش يشتغل لكن على المكان المسرحي اللي احنا فيه، هو يشتغل على فضاء اوسع، يشتغل عليه في القصرين، عليه في قفصه، عليه في مدنين، يعني هذا المواطن اللي نفتشوا عليه احنا، هو كيفاش نجم يكون عندنا مواطنه اكثر من واحنا نكونوا على الركح وكهو. وما شفتنيش على الجزء الثاني من سؤالي كي قلت لك مش حاجه يعني ريسكي ان بو كي انتم تزجوا بهم خلينا نقول في اعمال يعني بساعات كبيره واغلب اعمال التياترو صراحه كبيره. هو المهنه احنا فيها هي مهنه لازم تاخذ فيها ريسك. نعم. في كل الحالات. واذا كان هما ما يتعلموش المواجهه على الركح يكونوا مواطنين على الركح. وتفتتح بهم مهرجانات وتفتتح بهم يعني مواسم ثقافيه، يعني احنا ماخذين واعيين بالخطر هذا، هو مش خطر لكن واعيين بحجم المسؤوليه في حد ذاتها وما زلنا مواصلين فيها، ما زلنا مواصلين فيها الى انه اليوم زاد فما من مانيفيستو السرور اللي هي مواجهه مع جمهور وعمل ضخم، اليوم ولينا قادرين نعملوا عمل ضخم ويكون على المستوى، يعني لانه يعني فطلنا بالثغرات، فطلنا بمواقع في التكوين ماهيش مكتمله، اليوم نجموا عنا يعني مجموعه اللي تنجم تأدي عروض مسرحيه كامله وتأدي وتنجم تكون موجوده، هي تو موجوده في افتتاحات وموجوده في كارتاج وموجوده في السينما وموجوده في الحمامات وموجوده في السبوت بيبليسيتير، وحاليا فما شكون حل فضاء للفنون وفما شكون دونك هم موجودين اليوم. هات نعملوا بريك واحد اخر، اما مش نقعدوا في باقي في فضاء التياترو باش نمشيو لافون بروميير نتاع حفل لرابطه حقوق الفنان تحت اشراف الفنان محمد القرفي، باش نقعدوا باقي في عائله القرفي لانه الحفل اسمه كلاسيكو تحت اشراف ايضا وبقياده الفنان شادي القرفي، للاسف الجمهور ما كانش حاضر لكن التفاصيل باش تلقاهم اكيد في الريبورتاج التالي. اليوم مش نشوف افون بريمير العرض كلاسيكو، هو عرض الموسيقى الكلاسيكيه، بروجي جديد. مش زعما السي محمد القرفي سبق ولده؟ لا والله لا، احنا متطوعين هذوما اللي ترى فيهم اليوم كلنا متطوعين. انه تعرفوا شادي معناتها هو اكثر يدرس يعني في جامعه في فرنسا وقرا كذلك في دمشق، يعني وسيتان شيف دوركيستر وكل، معناتها عنده رؤيه اخرى للاوركستر، عنده رؤيه اخرى ممكن وقراءه موسيقيه اخرى اللي نتمناو انه تتوجد. Thank you.
برشا نقابات فارس للفنانين ديرنييرمون، فما نقابة لي رابور زيدا سي محمد القرفيه الموسيقار، عمل رابطة تونسية لحقوق الفنان، ما تراش اللي تعد الهياكل لكن النتيجة مش موجودة. هي ممكن النتيجة مش موجودة، لكن كي نرجعوا للندوة الصحفية اللي حكيوا عليها حول الرابطة التونسية لحقوق الفنان، هي ممكن أبعد، لأنه التوجه نتاعها كان توجه أكثر قانوني، هو يعني إعادة هيكلة للقطاع الفني. الرابطة حاجة والنقابة حاجة، النقابة عندها أنا نعرف النقابات أنها معناها لتنظيم القطاع ولتنظيم المهنة، احنا مش تكون حاجة أخرى، مش نقابة حاجة أخرى للدفاع عن حقوق الفنان. معناها مثلا كيف ما دسترت وضعية ستاتيو دارتيست في الدستور، هو النقابة في العهد الحديث لا لا انا عملتها عام 1985 في احنا في بنا اول نقابة، سمعني قصت على كلامك، عملها أسامة فرحات حديثا يعني بون في السنوات الأخيرة، مش هو اللي عمل النقابة، لأنه هو أخذ الاسم متاع نقابتنا اللي هي نقابة المهن الموسيقية، والقانون الأساسي متاعها محطوط في الولاية متاع تونس، وعملناها كنقابة حرة ومستقلة تطبيقا لاتفاقية جنيف الدولية للنقابات الحرة. النقابة اللي تعملت بعد نذكروها في 2000 ولا حاجة بالضبط ما نعرفش، هذيك نقابة تابعة اتحاد الشغل ما هيش مستقلة. الملكية الفكرية أو حقوق التأليف هذه يعني ندفعوا عليها، حتى النقابات حبوا يصدر حاجة وما يصدر حتى شيء، زعم الرابطة هذه توصل للنتائج ولا هي كما قلت أنت تحاول باش تنظر توجد قوانين فقط؟ والله ممكن من خلال تقديم المشروع اللي شفناه وكل شيء، واللي هما بيدهم قالوا ما ينجح إلا بيتضامن وبيتكافل الفنانين معانا معتها، واليوم نطرح نقطة استفهام، وينهم الفنانين؟ نقابات كلها وسمحني باش نقولها ويتغشوا ولا يقعدوا، هي نقابة مشماشة، معناها تلوح لها معظيم يقعدوا يتلهوا ويمشمشوا ومن بعد يتعاركوا بين بعضهم، ومن بعد تسمع نقابة من شنو ونقابة من شنو، في الاخر شيء ما ثم. ونعتقد شخصيا هذا رأيي وربما نطلع غلط، النقابة الأخيرة اللي تعملت متاع مغنين الراب أعتقد هذيك هي اللي باش تنجح، على خاطر هما ديجا لسبري ريفونديكاتور عندهم موجود من معناها بطبيعته عندهم، معناها رابور هو هي ثقافة احتجاجية. سمحني سي محمد، انت قلت النقابات الاخرى فيها مشمشة، الرابطة هل ستكون فيها مشمشة؟ الرابطة بلاش مشمشة يعني مش تكون موجودة فيها كان عائلة القرفي؟ لا لا علاه يا شبيه فيها كان عائلة القرفي، هو ساعة قضية تأسيس، تأسيس مع الأسف إذا كان أنا جاتني البادرة إيش تحب نعمل لهم أنا الآخرين؟ قلت لهم ما تجيكمش بادرة وما تعملوش. أنا عملت البادرة هذه وانضموا لي معناها إخوان وأصدقاء في الميدان الفني، السي توفيق الجبالي في كمال حاج حمودة بانتر، نور الدين الباجي الى آخره، معناها فهمت. فنانين ديما في كل بلاصة عندهم يمشمشوا، يكذب عليك اللي يقول لك معناها. اما يطلعش كيف كيف محمد القرفي كيف كيف عامل رابطه باش يمشمش، مش يتمشمش، خاطر هو تمشمش سابقا، ينجم عامل رابطه باش يمشمش. شبيك تضحك نويل؟ عط مشميسه، عندك مشكله مع التمشميسه، فيك ما يتمشمش حتى انت. عرض ما قبل الأول لرابطة حقوق الفنان، والله اللي حضروا صحفيين ظهر لي أكثر من فنانين، ظهر لي الفنانين ما يحبوش يلوجوا على حقوقهم، هكريت اليوم العرض شبه فارغ. لا هي الرابطة مش عارفة، أنا الرابطة مانيش عارفة عليها شنو باش تحل وشنو باش تربط وشنو عندها مربوط باش يتحل في الآخر، فهمتني؟ خاطر حضرت بالحق الكونفرنس دو بريس واليوم شفت العرض ولد القرفي ولتي محمد القرفي شادي
شادي قرفي العرض بالاشتراك بين فضاء التياترو ورابطة حقوق الفنان. ما فما من رابطة، كان بور رابطة اللي هو محمد القرفي، وولد بور رابطة اللي هو شادي القرفي. بالنسبة لحضور الفنانين وين نقطة استفهام، تأكد أنه علاش الفنانين ما حضروش، وهذه المشكلة اللي نحن عمرنا ما نلموا الشمل مع بعضنا، وعمرنا ما ناس كلنا نتكاتفوا مع بعضنا، والكلنا نكونوا يد واحدة باش حتى القرار يكون صائب، وفي نفس الوقت زادا نخلقوا كل بريسيون، على خاطر إذا القطاع كما قلت أنت باش يبقى إباغبيي، فأكيد عمرها الريزولتا ما تكون واضحة. شطار الفنانين في الحبس بيتو، وشطار الآخر ياكل في المشوي، شكون تحبوا يجيك لهنا ترى؟ قعد حتى حد قعدنا كعبتين وكعب البر، الكعبتين وكعب البر هاكا شويه مشوي شويه مانيش عارف شنو شويه هكذا وقهاوي قرفي وشويه قهاوي فوالا. نوفل اليوم حاسيلو باش كما يقولوها باش ناخذك من الاطارات الكل من الوجوه الكل، علاش في اغلب الاعمال اللي انت موجود فيها يكون يعني يكون دورك الاكثريه في التأطير في الاخراج في السينوغرافيا في كتابه النص، علاش ما نعرفوش نوفل عزارة الممثل بالقدا؟ يعني ريناك ديغنييغمون في كلام الليل صفر فاصل، ريتك انا في اول مره اكتشفتك يعني في بوراشكا والفليك ورق، دورك بسيط جدا وكان يعني دور بالحق مع انه بسيط اللي هو دورك الطيف اللي تعدى تتذكر، لكن دور مهم. توافقني ولا لي انت في التمثيل ما تحبش ياسر الظهور ولا لا؟ مش محبش معقول جدا، ما حبش ظهور، اما انا انسان محافظ بمعنى التقليدي للكلمه، نحافظ على صورتي في المجتمع ونحافظ على شخصيتي كمؤطر زاد وكمكون، ونحافظ على الممثل اللي فيه انا، لانه لو الممثل هذا يكون في كل المواقف وفي كل المواقع وفي كل امام الكاميرا وما خلف الكاميرا وقدام الكاميرا يظهر لي ندخل في الرتابه انا بيدي، ما عادش نحس حتى هل طعم الاداء، لانه لو تبقى عندك نكهه في الاداء وقتها تنجم تكون ثم، وانه يعني المستقبل مازال موجود، يعني ما زلت نشتغل، وانا من الناس اللي نسعى الى نظريه تكوين ونظريه تثبيت قدم ممثل تونسي عنده هويه وعنده ثقافه وينتمي الى فضاء معين وعنده تفكير معين. انا انفتش على نظريه اسس التمثيل. ما تحسش اللي يعني ياسر عايش في حكايه اوتوبيك ياسر طبويه؟ قد يكون قد يكون، اما في كل الحالات ننزل وقت اللي ننزل على المسرح نكون مسؤول على دوري الاجتماعي ودوري الوظيفي في تعاملي مع المتفرج اللي هو بسيط جدا. يعني قد يكون انا يوتوبي شويه في تفكيري ومثالي شويه، واي انسان عنده نظريه للبحث ما ينجمش يكون باحث، لا يبحث بالمعاجم ويبحث بالتفكير ويبحث بالمخابر ويبحث بالكتب ويبحث ثم يعاود يرجع المنظومه هذيك في مستوى معين ويقرب اكثر من الناس. يعني كيفاش نجموا نشاركوا الناس في وعيهم؟ مش في وعيهم فقط، اليوم انا يظهر لي فما مساله كيفاش نجم تنتج احساس اليوم، كيفاش نجم تنتج عاطفه اللي تخرج من الممثل. ما تحسش اللي انتم اربع كعبات يعني تفهموا في بعضكم واربع كعبات تطمحوا للحاجات هذوما؟ انا اقول مثلا اللي فما انسان يشتغل في كل المواقف ينجم تلقاه موجود، تلقاه في الاذاعه وتلقاه في التلفزه وتلقاه في التلفزه في الاعمال التلفزيونيه تاع رمضان واللي هو صديقي جدا واللي انا نحترمه جدا جدا اللي هو جعفر القاسمي. اما لحظه وقوفه على الركح ولحظه وانه يمسك بنص مسرحي ثم يقول باش نشتغل، وقتها يصبح انسان اصعب منه ما فماش، بينه وبين روحه وبينه وبين المواجهه المسرحيه. يعني جعفر وقت اللي كنشوفه كيفاش يعمل عروض كيفاش يعد في مسرحيه يسخف لانه جاد جدا، ودليل عمل رائع صراحه جد كيما حقائق جدا. انسان هذاك يخدم بالعاطفه الانسانيه اللي فيه، هذا ما ينجم يكون يخليه ناجح. وانا نمن به برشا على الركح انسان يعني بالنسبه لي انا قدوه. نعم. قدوه في هذا عندك موقف معين موقف يعني على الاربع كعبات موقف معين موقف يعتبروه البعض غريب شويه من الوان مان شو، حتى من يعني حتى من زملائك اللي اقترفوا الوان مان شو، لماذا تراش روحك كسيفيغ شويه يعني تعوم ضد التيار؟ لا ما نعومش ضد التيار الوان مان شو، اذا كان يكون فيه كتابه دراميه واضحه مرحبا، يعني فما شخصية واضحة، فما أداء واضح، فما نص مكتوب للشخصية هذيك واضح. أما إذا كان يكون الهدف الأعلى من خلال وان مان شو هو تعبئة الصالة، تعبئة القاعة بالجماهير، ثم فلوس تحصيل ما حصل في الشقاقة في الكاسة، وقتها تولي عملية استفزاز وعملية خلينا نقول وإحنا
نفاق غير مبرر للناس نحن في فلوسهم اوترمون دي نحن الناس فلوسهم. يحبوا يعني يحبوا يمشوا لما نشوا يحبوا يعني يضحكوا لانه غالبا يكون يعني كوميدي كوا لا الكوميديا والتراجيديا هي مفارقه اخرى ما زاد ما نجموش نتيحوا لانه ما نجمش يكون فما شخصيه واحده للركح ونحكيوا على المسرح لانه المسرح بالاساس هو حوار هو اداه هو علاقات بين الشخصيات هو تراجيديا ولا كوميديا هي لحظه صدام ومواجهه نجمش الواحد سينون اللي نخدموا في شخصيه نفسيه في ريجستر اخر يعني ماهوش فعل مسرح يبقى تم معنى الكلمه الوان ما شو لهذا على اساس انا ما قبلوش كمسرح سميه انت تحب لكن فما اساتذه قراوك انت اكيد اساتذه قراوك انت اكيد واصدقائك اللي قارين معاك اكيد يعملوا يمارسوا في الوان ما شو اختياراتهم اما انا ما نجم نشجع حتى ممثل وانه يدعي المسرح ويدعي انه يكون عنده دور وعنده اداء وكذا ويعمل الوان ما شو انا شخصيا لا اقبل هذا في العزف ممكن في امامي امام لوحه ترسم ممكن في المسرح لا حاجه اخرى حنحكينا مقبلك على الطباويه فما نوع من الفلسفه يمارسها نوفل عزارة اكيد لاحظوا تاويك الناس حتى كيفاش تحكي شنو طموحاتك في المسرح فما ايضا نوع من خلينا نقول السرياليه في 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 اعمالك نوع من العبثيه يعني ما تحسش لذيك كانك عندك نوع من المشاهد اللي هو مشاهد نقولوا احنا نخبوي يعني مش الناس الكل تحب تمشي للمسرح باش انت تمل عليهم مفاهيم وتعطيهم الايديولوجيا نتاعك خلينا نقول لا اولا انا عندي حكايه مع حكايه النخبوي والعامه نعم. والشعب والزوالي والمهمش يعني تفاصيل يظهر لي تفاصيل نقديه هذه اكثر منها تفاصيل تاع فهم العلاقات وفهم الواقع يعني انت كي تقول نخبوي شكون من اسس لهذه النخبويه وشكون قال لك العامي ما يفهمش اللي احنا قلنا عامي بين ظفرين اليوم ثقافه الشعب اسمى من ثقافه النخبه خذ بالك لانه العامي اليوم هو عضوي يعني يشارك احاسيسه الناس كل عنده ثقافته الخاصه النخبه شنو معنا احنا في برج عالي لا مش هذا يعني اللي يجيو للمسرح في مدنين ولا في قصرين ولا في قفصه ولا في دشره نبر ولا في كل المواقع ثم المتفرج ذكي واذكى من الممثل وبحسب ثقافته البسيطه تحيه نوري بوزيده مرحبا يا نوري بوزيده من المخرجين اللي انا نرغب في المشاركه في اعمالهم هذا واحد اثنين وانه عنده اولاد واحفاده موجودين في الورشات لهنا وكل حد يجي الفن متوارث عند عايز بوزير بنته موجوده مرحبا سي نوري نعود للمفارقه هذه اللي تحدثها الامور النقديه واللي فيها ايديولوجيا معينه دونك ما فماش نخبه وما فماش عام اللي يجي باش يتفرج يقص تذكره هو استدعاء للمسرح وقد يكون في العرض فما ما ينجم ياخذ منه وفما ما ينجم يكون نقطة استفهام ماهوش نقطة إبهام نقطة استفهام يتسائل عليها وفما جدل بين المخرج وبين الممثل وبين الدور وبين كذا في كل الحالات العروض اللي أنا نشتغل عليهم أنا نشتغل على كيفاش نوصل نقطة إحساس معينة للجمهور العاطفة كيفاش نجم نوصل له فكرة في نفس الوقت كيفاش نجم نخليه يكون متواجد بإحساسه في العرض يعني اليوم ساعة تفرج على العروض باهت ما فيهاش إحساس لا تتأثر لا لحمك يشوك لا تشد في الكرسي خاطر تقول اختر عليا شيء يقول فيه لا فما كلمه عندها رجع صدى وقت اللي تروح دونك هذا يظل المفاهيم اللي نشتغل عليها وهي مفاهيم بسيطه يعني المسرح قبل كان مسرح طقسي يعني الناس تعمل طقس في المسرح وتحضر روحها وتلبس وتزين وتسوق وتمشي الحمام وعلى الكاليس ومشيوا للمسرح يعملوا احتفالية كاملة نعم في نفس الإطار هذية في الإيديولوجيا خلينا نقول متاع نوفا العزارة نقعد وبيقي في فضاء التياترو باش نمتشيوا بعضنا للعرض الأول لمسرحية مسألة حياة تقول لنا شكون مشارك فيها جملة من الممثلين نخاف ننسى الأسماء نخاف ننسى الأسماء دونك ولكن اللي نحب نقوله أنه النصوص المختارة هي من نصوص توفيق جبالي نعم اختيارات من شكسبير من مولير بودلير جملة من الفلاسفة والكتاب المسرحيين اللي أنا خذيته كنص ثم عودت إنتاجه على الركح كتابته على الركح حسيلو مسرحية قشع الربدين تفرجوا بعضنا للأسف
للأسف يعني أول نهار من أيامات الحديد برشا مؤسسات ثقافية اليوم سكروا، لكن التياترو اختار باش يمارس نشاط العادي نتاعو، وإحنا اليوم في مسرحية مسألة حياة نجم نقولوا اللي المنابر السياسية وسياستهم وجوهم مسألة موت، والفن هو مسألة حياة اليوم. أي صحيح، وتويك إحنا توا في مسألة حياة أو موت. أولا بالحق يعني أنا نشكر التياترو، علاش؟ لأنه هكا يلزمنا نحاربوا الإرهاب وهكا نقفوا الإرهاب بالفن. كيف ما نجمش نبقى مدة ما نغنيش وما نعبرش بكل مسألة التعبير الفني، أيضا هي درجة معنا مختلفة من التعبير على الذات، يعني كيف كيف حتى وقت نجي ونتفرج على مسرحية ولا على عمل ولا نسمع أغنية جديدة، هذاك أيضا نوع من الغذاء اللي من لحياتي بالنسبة لي. ما نغلقوش المسرح باش نبقاو نخدموا في يوم حداد، نحن ندعينا للمقاومة بالكلمة، للمقاومة بالطرح هل مش كل الإرهاب هو قتل، مش إرهاب، شنو نغلفوا في الكلمة، هو قتل واضح اليوم، جريمة قتل ماهوش إرهاب، حتى الكلمة معش عميقة راهو الإرهاب. احنا مش معناتها مناش حزانة، اما انه نكملوا نشاطنا، انه العروض المبرمجة قبل تواصل، هي مسألة احنا مازلنا حيين ومازلنا واقفين وما نخافوش ومانيش خافين من الإرهاب، وربي يحفظ تونس وكذا. ما تحسوش يا ساح، ربحنا الحرب، اذبحنا الحرب وتدبلها برشا من شانكم ماتوا، اما ما تبكيوش عليهم، ماتوا مرفوعين الراس، ماتوا في سبيل بلادهم أكيد. أنت بطريقة ما بالسينوغرافيا أيضا بالموسيقى الموجودة بالكوستيوم حكيت على مسألة الحياة أيضا ومسألة الموت، هالإغراق خلينا نقوله في العبثية، ما نقولوش هذايا أمر نجمو نقراوه في فلسفة، نجمو نشوفوه في ليتيراتور أكثر منه في تياترو، يعني المتقبل متاع تياترو هل يقبل أيضا النوعية هذايا كما قلنا متاع العبثية؟ احنا في كل حالات دينا للحياة ماهوش للموت، دونك الموت هي اخت الحياه، وان شئنا وبين لا ترغب لا يفجعنا الموت ولا ترغبنا الحياه، احنا نعيش كما نتمنى ونعيش، عندنا الحريه نتاعنا، نحبوا نعيشوا وحد ما باش يفرض علينا شيء معين. اكثر العباد باش نكونوا قد يحبوا ماذا بهم المسرحيه الخفيفه اللي جاي اللي يضحك وكل شيء جينيرالمون هكا. عملنا برشا اعمال كيما هكا، مي هذا مثلا عملنا دانس افيك لو سانج كان شفتوها، عملنا برشا اعمال كيما هكا باهي، لكن مش معناها ان نقعدوا كان في الخط هذاك، معناها نجموا كمام نمشيوا للبروفون للعميق، واحنا توا الشوا نتاعنا يعني عملنا حاجه بروفوند وعميقه. واحد من الناس اللي في كلوب تياترو نجموا نعملوا عليهم، نجموا نقولوا عليهم ممثلين؟ احنا ممثلين راهو، مش باش نوليو ممثلين، اما هويت فهمت هكا سامبلومون، كلنا ممثلين هويت بون كان نيفو افونسي، معناها عندنا في اكثريته عندهم 6-7 سنين اتسيتيرا في التياترو، دونك عندنا اعمال مسرحيه عملناها من قبل، وهذا يعمل مسرحي خدمناه وحسب رايي اول مره عدينا، حسب رايي ما في ما يتحسن. جي مي لو سبيكتاكل دايوغ سي لا دوزيام فوا، ثاني مره نجي نتفرج فيه خاطر عجبني برشا فوالا. يطلع منهم الهويت نتاع التياترو يعني؟ يطلع منهم يطلع. انا ما نجمش نقيم التكوين نتاعي، وما نجمش نقيم تكوين توفيق جبالي وكل ومعز القديري والناس الكل، مش انا كونتهم هذوما تكونوا على اجيال وعاطف بن حسين، يعني كلهم تعداوا من المدرسه هذه باش وصلوا يكونوا واقفين على الركح ويفهموا مسؤوليتهم على الركح.
يعني على المسألات هذوك الكل اللي نلقاهم موجودين في المسرح نتاعك، اكيد يعني مساله حياه تصب يعني في النوفليات العذريات باقي، لكن هناك نوع من الخوف، خلينا نقول من الموت، خوف من الاتي في المسرح، مش في اعمالك انت فقط، في مغلب الاعمال الفنيه، حتى في افغداخ، حتى في لوحه نلقاو الحاجه هذيا، يعني هناك نوع من الخوف من الارهاب، خوف من الظلاميه، هذا ماشي يعني في اطار البلادنا اللي قاعده تعيش فيه تويكا، كنت أحكي لي هالخوف هذا، يعني شنية دوره في مقاومة الفنان، شنية دور الفنان توا أيضا بعد في الأحوال العامة في تونس توا؟ أولا هو ماهوش خوف، لأنه ماهوش خوف، هي الموت هو يعني حقيقة، ومش هذا الأساس، ما نخموش على الموت بالمعنى اللي احنا نعيشه فيه، المعنى الإنساني، هذه ما فيش حقيقة، ولكن هو تصورات للموت اللي تخلينا نرغبوا اكثر في الحياه، هو بالعكس تمسك في الحياه. نعم. هو هي كيفاش نجم تاثر اليوم وضعيه نتاع محبه، كيفاش تخلي الناس تحب بعضها اكثر، كيفاش تخليهم ما يخافوش في الرهن اللي احنا فيه. نعم. كيفاش تخليهم يكونوا مواطنين يواجهوا معناها يخرج يحل داره صباح يمشي يخدم كل اراده، يمشي بيروي يكمل يخدم كل اراده، العطار كل يعني من تلاه يحل اليوم بابه ويقول له اعمل عليك يا ربي يمشي يخدم على روحه، فماش خوف. نعم. من ناحيتنا احنا كمسرحيين، هو هذا اللي يهمنا، هو اللحظه اليوم كيفاش نجم نكونوا احنا زاد عندنا سلاح المقاومه تاعنا اللي هي الصوره، الكلمه، الروح، الاعداد، الممثل، المواجهه، كل ما نجم نصدروه على الركح، وقفتنا على الركح اليوم هي وقفه مقاومه. مقاومه، نعم. وقفت وانه احنا البلاد بلادنا، وقفت وانه العالم عالمنا، لانه خيالنا ساعات يفوق حتى المواطنه اللي فينا. احنا نحبوا الحلم، نحبوا الحياه، هذا هو يعني بالمعنى البسيط كيفاش نجموا راغبين في الحياه، ماهوش بالمعنى الموت معنى نخافوا منه ولا معنى الظلاميه، حتى كيفما الظلاميه عن الاناره احنا تو نحلوا الضوء، ما نخافوش رجلو جو، ما نخافوش في اعمالك القادمه، نعرف اللي صفر فاصل كلام لي صفر فاصل قريبا نشوفوها في التياتر، هل هناك اعمال جديده كوخت ميبان ايضا على الابواب، وانت عندك دور في اي عمل في التياتر؟ عندي واجب للتكوين في التياتر، لانه كلام اللي صفر فاصل تنطلق في سلسله من العروض باخراج توفيق جبالي واداره مدام زين فرحات واداره فضاء تياترو وكل الموظفين اللي فيه والعاملين فيه، نعم، نقدموا لهم التحيه. سلسله من العروض في نوفمبر تقريبا شهر نوفمبر الكل. ثم عندنا كلمه لا، انا وصديقي خالد بوزيد، اللي هي مشروع مسرحيه، يعني في كل حالات قبل كل عرض باش استدعاو مخرج، باش استدعاو سينوغراف، باش استدعاو دراماتورج يعاود يعطي او يصلح ما يراه صالح في العرض. هذا المشروع باش يدوم 3-4 سنين القدام. دونك وعندنا مسرحيه مهمه جدا اللي هي في اطار ورشه عملنا هنا اسمها حومتي نوارتي، كيفاش نجمو نزرعوا نواره اليوم في اي حومه في بلادنا، في اللي هي مشاركه بين تلامذه من قاصرين وتلامذه من فضاء تياترو لهنا. اشتغلنا بقاصرين، عرضنا بقاصرين وعرضنا لهنا، اللي هي لو 2 نوفمبر ثم عرض لهنا في فضاء تياترو، ونطلب من كل الناس اللي تشجع المواطنين الصغار هذوما وانهم يجيو يتفرجوا على العرض، لانه باش يلقاو امامون ديسبوار كبير برشا في روح الشباب هذا المقاوم. نعم. انا بدوري نشكر كل العاملين في فضاء التياتر، ونشكر برشا السي توفيق جبالي ومدام زينب فرحات اللي ديما يستقبلونا هنا في فضاء التياتر. نحب نقول لكم ايضا فما اكسبوزيسيون متواصله في فضاء التياتر، كما قاعدين تشوفوا في ليزانستالاسيون المحيطين بنا، كما هذيك نيميرو 12 نتاع نوطيل بالقاضي، ايضا هذه لتوفيق الباهي، ايضا واكبوا معرض الكتاب، امشيوا شريوا شويه كتب، يزيكم الفيسبوك والانترنت وكل شيء. انا بقى لي كنقول لكم بالسلامه وفي الامان، انتظروا كل جمعه كل نهار اربعه على قناه تونسنا تي في.